طيب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاع الاكلات بما ان احنا جوعتنا شويه ونرجع تاني. اوكي. اغرب الاكلات العربيه. احنا قعدنا نتريق على الصين واكل الصين، تعالوا شوفوا العالم بقى شايف اكلاتنا العربيه عامله ازاي. يعني مثلا في اكله في السعوديه اسمها كبسه الضبان، والضبان دي جمع ضب اللي هو احنا بنقول عليه السحليه يعني. وعندك مثلا اللسان، اللسان تعتبر اكله شعبيه مهمه جدا، الناس بتاكل لسان بتاع البقر والجاموس، انا على نفسي بحبه جدا. حتى الكوارع يعني اللي هو ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده، بتاكلوا غضاريف وتقعدوا تشفطوا بتاع كده النخاع من جوه الغضروف، ايه القرف ده. وبرده بيستغربوا فكره ازاي احنا بناكل مخ الجاموسة او مخ الغنم اللي هو ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده، ولا ازاي انتوا بتاكلوا امعاء ومصارين الغنم والبهايم. قصدهم طبعا على اكلتنا الجميله الممبار قطع لسانهم، والكبه النيه المشهوره جدا في لبنان والشام، وانا عن نفسي بحب الكبه النيه جدا، بس هم برده مختلفين معانا في فكره انت ازاي بتاكل لحمه نيه. واخيرا بقى البيج بوس الفسيخ. فتقريبا كل واحد فينا بينتقد الحاجه اللي ما يعرفهاش، سواء كانت حلوه او وحشه، المهم انا ما اعرفهاش تبقى وحشه على طول.